بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل محمد العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الافاضل احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم اجمل ترحيب بهذه الامسية التراثية المميزة، امسية الكبار في هذا المساء المميز ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه بثامن ايام هذا المهرجان. نتواصل مع اشواط الاصايل، نتواصل باندفاعة الشوط الخامس وشلف الثنايا الابكار. الانتاج تنطلق مع هذه اللحظات، تنطلق مع هذه الشعارات المميزة، والثمانية كيلومترات هي رحلة المتواجدة مع هذه الأسماء التي تنطلق باحثة عن الشلفة الفضية، بالإضافة إلى سيارة عبارة عن BMW X5 تنتظر إحدى هذه الأسماء والنجوم المنطلقة في هذا المساء المميز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بأشواط الرموز في هذا المساء، خامس الأشواط وخامس رموز هذا المساء، شلف الثنايا الانتاج تنطلق مع هذا التحدي، تنطلق في هذا المساء المميز. نتابع الشعارات الكبيرة التي تنطلق في هذا المسار المميز. ونبدأ مع البداية، أول المراكز تتواجد مرموقة لخالد بن صبيح بن سالم القيلاني، غادم من السلطنة من أجل الشلفة الفضية، غادم من أجل الانتصار، غادم من أجل الإنجاز. نتابع المركز الثاني، القادمة هنا سمحة لحمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، يتواجد في هذا التحدي، يقدم لنا عطاءات سمحة على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم حشيمة وبشعار الهادي، حاضر متواجد عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني، مع حشيمة التي تتسلل بدورها الى المركز الثاني الى الصدارة مباشرة. بينما المركز الرابع وصل شعار بن نايف، شعار الشاب، شعار احد النجوم القادمين الحاضرين دائما في هذه المحافل الرئيسية. تتقدم حبوبة بتواجد عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، يتواجد مشاركا في هذا الانتصار بتواجد حبوبة على المركز الرابع. ننتقل مباشرة الى المركز الخامس، نتابع بقية المراكز المتواجدة في هذا المسار. نتابع المتحدة، صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، يتابع المتحدة التي تنطلق في هذا المسار وتتواجد في موقع التحدي والمنافسة بمشاركتها على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر وتتواجد في دائرة النداء والإذاعة، في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ها هي الأسماء الغالية، ها هي الأسماء الجميلة والشعارات المميزة التي دائما تشارك بالأشواط الرئيسية، تندفع باحثة عن الشلفة الفضية الغالية، شلفة الانتاج. في هذا الانتاج المميز الذي نتابعه على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، نتابع المسار ونتابع مجريات هذا الشوط. مع البداية ننطلق، مع البداية نسير، ومع الشهواني الهادي هناك في مقدمة هذا الشوط حشيمة في انطلاقة المركز الأول في مكانة مرموقة. تنطلق حشيمة بشعار عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني، مع القيادة يمهد الطريق نحو الشلفة الفضية، نحو الإنجاز التاريخي، نحو الانتصار، مع حشيمة التي تنطلق في القيادة والريادة. ولكن نتابع بن خجيم حاضر وهنا متواجد بتواجد سمحه
حمد بن خجيب بن عايض بن فرج العذبي يتواجد باندفاعة وبمشاركة سمحة التي تبحث عن هذا الانتصار مع الموج الأزرق، بينما المركز الثالث القادمة مرموقة وخالد بن صبيح بن سالم الغيلاني غادم هنا من أجل التحدي، غادم ومتابعة سند بن عامر الغيلاني الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة بتواجد مرموقة التي تتسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني وعينها على صدارة، بينما نتابع المركز الرابع بن نايفة غادم وحبوبة حاضرة، حبوبة بترحيب متواجدة ومشاركة صاحبة إنجازات تتقدم واحدة الأسماء القوية التي تشارك في هذا التحدي الكبير، حبوبة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجي تصل مباشرة إلى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، الله 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 الله، أحد النجوم المميزين شعار البرنس هنا يتقدم مع الشعلة التي تريد أن تشعل هنا المنافسة بتحديات محمد بن طالب بن عكيل الذي وصل بأول نداء إلى دائرة الصراع والنزاع مع الشعلة التي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس المتحدة هنا غادمة وحاملة للرقم واحد تريد أن تحصل على الناموس بقيادة صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، انتصفت المسافة 4 كيلومترات تعديناها والآن بقيت مثلها في هذه المنافسة الذهبية، في هذه المنافسة الجميلة مع الشلفة الفضية والبي ام دبليو من سعيد الحظ الذي سوف ينتزع الشلفة الفضية ويحطها بالبي ام دبليو ويساير الأسماء القوية. هذه التحديات، هذه الأسماء، الشعارات المميزة التي تشارك في هذا التحدي. هناك خالد بن صبيح الغيلاني مع مرموقة في المكانة المرموقة تنطلق مباشرة في صدارة هذا الشوط، تسللت واندفعت نحو التحدي، نحو الانتصار الغالي، نحو الإنجاز. يريد يهدي السلامات إلى أهالي السلطنة وسند بن عامر متابعا مراقبا لمرموقة التي تسير بخطى ثابتة تمهد الطريق نحو الشلفة الفضية، بينما هنا البرنس غادم وحاضر كعادته دائما يقدم لنا الأسماء والنوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. تصل الشعلة على المركز الثاني بشعار محمد بن طالب بن عقيل يتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، حشيمة، حشيمة غادمة وحاضرة في هذه المشاركة المميزة بقيادة عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني، ينطلق في هذا المسار المميز والجميل. ولكن المتحدة غادمة بقيادة صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري يتابع ويترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة، يراقب المنافسة، يراقب أحداث هذا الشوط ومجريات المنافسة مع المتحدة التي تحتل المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس شعار شهاب وحبوبة هي الحاضرة في هذه المنافسة بقيادة عبد الهادي بن حمد بترحيب بن نايفة الهاجري. هنالك شعارات لم يحن موعد وصولها، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الشلفة ومن أجل البي ام دبليو التي تنتظر عند خط النهاية. الشلفة الفضية بالانتظار، يا مضمرين ويا ملاك يا منتجين، الحموا حافظين على هذه السلالات المميزة في هذا العالم الساحر، في هذا الموروث الشعبي الكبير والمميز. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. مرموقة يا مرموقة، مرموقة هنا تنفرد في مقدمة هذا الشوط بشعار خالد بن صبيح الغيلاني، هنا ينفرد مع الكيلومتر الأخيرة التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن هذا الانتصار المميز. والغيلاني يريد يهدي الشلفة والسلامات إلى أهالي السلطنة، ولكن بن عقيل البرنس غادم والشعلة بدأت تشعل المنافسة في مشاركة هذا الشعار المميز محمد بن طالب بن عقيل
المركز الثاني والثالث المتحدة غادر الشعاع صالح بن حمد بن راشد البريس المري بالعرج هنا بدأ يتسلل بدأ يقترب بدأ يسير بهذا التحدي الكبير في هذا الانطلاق المميز والجميل. نتابع الذيبة سعيد بن راشد بالعرج المري وأيضا هنا الأسماء القوية بدأت تتدخل في هذا الصراع في هذا النزاع. راهي المبارك بن سعد بن جابر النابت المري وبن فراج حاضر في هذا التحدي. الله 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 هيا هلموا وإلى الشلفة تنافسوا في هذا التحدي في هذا المعارك التحدي هذه المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل انتصار. الذيبة تتسلل البداية سعيد بن راشد بالعرج المري ينطلق في مسار هذا الشوط مع الذيبة التي تنطلق في المقدمة ولكن المتحدة مع البريسي هنا يسير في هذا التحدي. صالح بن حمد بن راشد البريسي المري ولكن مرموقة مرموقة يا مرموقة. خالد بن سبيع القيلاني هنا يصل في هذا التحدي. بن فراج على المركز الرابع بتواجد مظنة ولكن نعود مع الذيبة الذيبة ذيبة سعيد بن راشد وذيبة عبد الله بن صالح بالعرج المري يتنافسون من اجل الخنجر من اجل الشلفة 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 بالانتظار الشلفة بالانتظار. مرموقة والذيبة الذيبة هو مظنة ولكن القادمة راهية 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 على الشوط يا راهية راهية هنا قادمة. مبارك بن سعد بن جابر النابل ولكن اسمه جديد السعدية وصل بن شنان وصل العمدة عمدة مضمرين السعدية السعدية اللحظات الأخيرة حمد بن عبيد بن شنان المري فاجأنا مع اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة الشلفة الفضية بالانتظار. الله 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 الذيبة ولكن راهية ولكن السعدية السعدية هي الغايدة بن شنان مع البداية النابت مع الراهية الذيبة مع بالعرج على المركز الثالث ولكن السعدية اللحظات الأخيرة العمدة العمدة يسير نحو التاريخ يسير نحو الإنجاز التاريخي يسير نحو الشلفة الفضية اللحظات الأخيرة حمد بن عبيد بن شنان مع السعدية السعدية الشلفة مع السعدية وأسعد الله مساك يا عمدة المضمرين أسعد الله مساك يا بن شنان. تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن شنان المري على فوز الجديد هنا على فوز السعدية وتحقيق الإنجاز. تهانينا والناموس للسيد عبيد بن حمد بن شنان المري على فوز السعدية وتحقيق الإنجاز. تهانينا لعمدة المضمرين على هذا الإنجاز التاريخي. المركز الثاني راهية المركز الثاني راهية المبارك بن سعد بن جابر النابت المري. المركز الثالث المركز الثالث الذيبة لسعيد بن راشد بالعرج المري. المركز الرابع المركز الرابع الذيبة لعبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج المري. والمركز الخامس المركز الخامس مرموقة لخالد بن صبيح بن سالم القيلاني. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة في شلف الثنايا الانتاج. فاجأتنا السعدية مع عمدة المضمرين حاضر ومتواجد في هذه المعركة. تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن شنان وترشيحك يا صالح الدعبة. تهانينا والناموس لبن شنان على هذا الانتصار. 12 دقيقة 21 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن شنان المري عمدة المضمرين من حقق الشلفة الفضية. المركز الثاني جاءت راهية 12 دقيقة 22 ثانية 73 جزء من الثانية. تهاني وناموس المبارك بن سعد بن جابر الناب التمري على فوز راهية في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت الذيبة 12 دقيقة 24 ثانية 51 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعيد بن راشد بالعرج المري على فوز الذيبة في المركز الثالث. تهاني وناموس لعمدة المضمرين حمد بن عبيد بن شنان المري على انتزاع السعدية للشلفة الفضية للثنايا الانتاج. تهاني وناموس لعمدة المضمرين.